وزارة العدل خرجت لنا إعلان على امتحان لسنة 2022 الآلي لمزاولة مهنة المحاماة. فرحنا مشينا نتسجلوا على أننا غندوزو امتحان، فإذا بهم بعد 30 يوم ديال النضال نقدر نقول لكم على أننا دخلنا واحد اللعبة سكويد جيم كنعرفوها كاملين، اللعبة اللي كيدخل فيها واحد عدد كبير ديال الناس. شكون اللي كيكونوا دايرين واحد اللجنة باغا غير تتمتع بالعذاب ديال عباد الله، كتشوف كتحط لهم مطبات وكتسناهم وقت شي يطيح موت واحد مورا واحد. هادشي اللي وقع علينا حنا. سمعوني ونعاود لكم 16 ب16 حنا باقيين حيين في هاد اللعبة. 16 الأول كان عطاونا مراكز امتحان بعاد اللي غيوصل في 9 الصباح هو اللي غادي يبقى. ترشحنا 70000 واحد باش نلعبوا، لقينا 48000 واحد. دزنا 16 ثاني، 16 ثاني كان العامل النفسي غيحطوك في واحد القاعة ديال الضغط ستريس اللي انت كتنتظر ما عارفش شنو كتسنى. وبهذا شكون اللي طاح في هذيك المطب عاوتاني؟ طاحوا الناس اللي فقدوا لا كونسونطراسيون. دزنا 16 ثالث، 16 ثالث هو سيستم كنديان كتزعيني كيبان لك زائد واحد ناقص واحد. انت جاي ومبريباري لي كود وفي الكتب ديال الكزبر يعني كتب فقهيه وفي لي كود الالوا ايتترا، فاذا بيا كتلقى راسك غادي شنو كدوز الله اعلم. ومع ذلك حنايا مبريباريين تايقين في راسنا قلنا غادي ندوزو غادي نكونو مزيان. دزنا 16 الرابع، 16 الرابع كانوا هما اسئله، كان عندنا واحد الجدول الوصفي ديال الامتحان، راه كاين واحد القرار اللي كينظم هادشي كيقول لنا ها لونتروتيان اون غاش شنو يكون فيه ها لي كريش شنو يكون فيه. فاذا بي كانت متحنوا في كل شيء، وهناك بعض الاسئله تعجيزيه يمكن نقول لك تعجيزيه، يعني هاد اللجنه هادي اللي واقفه حدايا كتسناني نطيح في المطب كتقول لي كتسناني ندير ا تقول لي لا بي ندير بي تقول لي لا ا الا درتهم بجوج ما يمكنش، يعني خلاو راسهم فين يلعبوا. هذا هو هذه هي اللعبه اللي حنا اليوم داخلين فيها. ومع ذلك الحمد لله نقزنا، من نقزنا لقينا ان وصل واحد الوقت ديال الراحه خصنا نتسناو باش نشوفوا النتائج. هذيك الساعات قسمنا جوج الفئات اولا قسمونا لجوج ديال الفئات. انا نشرح لكم كيفاش قسمونا لجوج فئات. فئه داوها تاكل وتشرب وتنعس مرتاحه راه دايزه 16 اللي موراها، فئه خلاوها في الظلمه وفي الجوع وفي العطش واقفه كتغوت ما عارفاش شنو كتسناها، اللي هما تسريبات. تسرب الامتحان، انا اليوم ما كندويش على حالات غير شي واحد جبد التليفون ولا استاذ عاونو ولا لا، تسريبات امتحان تعطى الناس. عاوتاني كاينه بطريقه اخرى ناس ما جاوش يدوزوا لقيناهم في لوائح النتائج، ومع ذلك بقينا صابرين كنقولوا حنا تايقين في راسنا او بيغ داك شنو يوقع ندوزوا كاملين. فاذا به تلقاو راسنا كمشه واحده في واحد الحفره تمرونا في داك في ديك الحفره اللي داروا لينا، كتهز راسك كتلقى 30 دو جانفير 2022، كتهز راسك بحال كتلقى 2081 مترشح اللي دازوا، كدور كتلقى اللجنه ما عرفاش شنو دير. علاش؟ حيتاش الكمشه ما ماتتش في هاد الحفره، يعني ما قدروش يدوزوا 16 اللي موراه. هاد الكمشه من فتيان وفتيات يتقن الزاعق، ما غاديش يسكتوا على حقهم، غادي يطالبوا بمطالب ديالهم قضيه مشروعه وناس ديال القانون عارفين راسهم شنو كيقولوا. وحنا باقيين في هاد الحفره عايشين وكنقولوا على اننا غنطلعوا من هاد الحفره، وحنا اللي غنتاصوا في الاخر. ومن حفر الحفره لاخيه وقع فيها، ومن يضحك اخيرا يضحك كثيرا. اسمحوا لي عارفه جديه ديال الوضع، ما بقينا قادرين ما نقولوا لهاد الناس هادو، وقال لك شر البليه ما يضحك.